السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من سلسلة وفاء الرفيق. هذه السلسلة كما تعلمون أحتسبها في ميزان حسنات أخي إبراهيم عاطف عليه رحمة الله. اليوم سنعرف معنى كلمة الجد في دعائنا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا الجزء الاول من الدعاء معروف: اللهم لا مانع لما اعطيت، يعني انت اعطيت خيرا لاحد فلا يمكن لاحد ان يمنعه ابدا، ولا معطي لما منع، انت منعت شيئا عن احد فلن يعطيه احد هذا الشيء ابدا. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى هذا الكلام؟ ذا هنا بمعنى صح، ذا هنا بمعنى صح، الجد هنا بمعنى الغنى، الغنى جيد. والمعنى الآن أصبح: ولا ينفع صاحب الغنى منك غناه. لا ينفع صاحب الغنى، أي شخص عنده غنى وحظ وافر، لا يمنعه منك جيد، ولا يكون أبدا بديلا عن الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الغنى لن ينفعه غناه عن الله تبارك وتعالى، ولن يغنيه غناه عن الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نشهدك أن فقراء إليك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة الخامسة، وأرجو نشر هذه السلسلة فهي صدقة جارية لأخي ورفيقي إبراهيم عاطف رحمه الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.